سيس بلعوز مخصصين برشا حواجيت غير الماء الزقويط مشكل بالوناس معناتها اي الماء جاب في الصيف ما جانيش وبعثونا الاوراق السبعينيات وميات خلصوا ورانا ما شربناش ماء. المشكله نتاع الماء تاع الزقويط نطلع فيه بالسطل وهم لكاك في المنطق ننظفوا بالسطل ذاك ويمشي كاك الماء وفي الماء وين وريتو طيش وتنظفوا البير وحدكم زاد اي جينا حتى حد بهذه كيفاش اثر عليكم المسخ هذا فما وشويش فما مرض فما مرض وشويش كل شيء والله في الليل قسما بالله كي نرقدوا في الدار الريح ترد علينا خاطر ناي الماء يخرج نتاع كوجين نتاع الدوش نتاع كل شيء يخرج برا من هنا وي الماء ما عندناش ما مش دخلنا الماء كي نتاع الششميه الدار عندهم جو قيد هو من عام 2011 كاك قبل حتى من 2011 اللي قيدوا ما وصلش الماء وعملوا كل نوامر وكيل وركحوا وريدوا في المشهور من ماما الديار نعملوا حتى للدوش نعملوا فك السيتيرنين نعملوا سيتيرنا باش ندخلوا بها الماء للدوش وانا البي من بير نعبوا سيتيرنا والسيتيرنا يتعدى الماء للدوش كل يوم كل يوم هذيك يقول باضين وعبي الباضين وعبي البابيز حط غادي كينا خذ هات لي قص الضو ونقول ثم انا ما نشربوش قص عليه نضرب 20 يوم من القاص واش تعملوا باش ما نمشوا نجيبوا عند جيرين ولا مشي شميت من فوق يبدا موجود هذا في الدوار فوق الماء كان ما فماش السنتاج نموت الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة